مرحباً يا أطفال، أنا توم شاحنة البناء. وأنا صديقه المفضل مات. معاً نبني الكثير من الأشياء. اليوم سنبني سفينة القراصنة. هل تودون الانضمام؟ هيا دعونا نذهب. لبناء سفينة القراصنة نحتاج إلى استخدام العديد من الأشكال. إنهم في الكومة هنا. في البداية ليطفو القارب نحتاج إلى استعمال هذا الشكل، إنه هيكل السفينة. ممتاز. بعد ذلك ما الشكل الذي سنستعمله للخلفية؟ نعم، هذا الشكل سيكون مناسباً. سنضع المقدمة الآن. دعونا نستعمل هذا الشكل. رائع! ماذا سنضع أيضاً؟ الدفة لتوجيه السفينة. السفينة أيضاً تحتاج سارية. انظروا، إنها هنا. برافو! الآن سنضع الشراع. وعلم القراصنة بالتأكيد. لكي تعمل السفينة جيداً نحتاج إلى وضع هذا المقود. هذا عظيم! القارب يبدو جميلاً، ولكن ما الأشكال المتبقية؟ بالتأكيد المدافع. 1 3 4 كل ما علينا فعله الآن هو وضع المرساة. سفينتنا جاهزة. انتهينا. برافو، لقد قمت بعمل عظيم. نعم، إنها رائعة. شكراً أصدقائي. هيا دعونا نعود، هناك عمل كثير بانتظارنا. نراكم لاحقاً.